بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 18 من كورس أساسيات لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هنعمل كرييت لأول تيبل موجود عندنا في الداتا بيس. طبعا هو الدرس ده يعتبر من أهم الدروس اللي انت هتتعلمها في لارافيل. هل يعقل ان انت في يوم من الايام تعمل مشروع في الباك اند بلارافيل وما يكونش عندك جدول؟ لا مستحيل. فاذا بالتالي هيجيلك في يوم من الايام ان انت تنشئ جدول. تعال النهاردة نعرف اول جدول هننشئه على لارافيل ازاي. طيب لو رحنا على الدوكومنتيشن بتاع لارافيل، مش مهندس بس سؤال، انا شايفك كل شويه تروح على الدوكيومنتيشن، انت ليه ما بتكتبش الاكواد على طول قدامي؟ اقول لك ان الدوكيومنتيشن ده هو صديقك الصدوق، ما ينفعش ان انت تسيبه في يوم الايام وانت بتتعلم لارافيل. كل حاجه تتعلق بلارافيل مشروحه على على الموقع بتاعهم. انا لما رحنا على الداتابيز مايجريشن في عندي هنا جزئيه التيبل، هلاقي عندي حاجه هنا اسمها كرييتنج تيبلز. لو انا ضغطت عليها هنا طبعا بيبدأ يديني شكل التيبل والحاجات دي كلها، لكن احنا ده سابق لأوانه شوية. فاحنا هنطلع فوق خالص هنا كده، ننزل شوية كده لغاية ما نلاقي مكتوب كلمة اللي هي بتاعت الـ generating migration. طيب بيقول لي ان انت عشان تنفذ امر يتعلق بالmigration لازم كلمة make migration تكون سابقة الامر بتاعك ده. ده رقم واحد. رقم اتنين بيقول لي ان اي migration انت بتنفذه لما بتعمله generate بيروح فين؟ بيروح على ملف اسمه database، بيلاقي جواه حاجة اسمها migration، بيبدأ يحطه لك هنا وبيقول لك ان الفايل بتاعك اللي هو الفايل نيم بتاع migration بيبدأ يشتغل معاك. طيب الحاجة كمان المميزة في لارافيل ان لارافيل بتقول لك ان انت لما بتيجي تنشأ اي migration انا بعمل لك تايم ستامب فيه، يعني بعمل لك الديت بتاعك بظبطه لك وبعمل لك اللي هو الابديتد ات والكرييتد ات. باشمهندس يعني انا كنت لما بشتغل بالبي اتش بي نيتف انا كنت بعمل كولوم اسمه كرييتد ات وابديتد ات صح؟ لارافيل بتعمله لك. طيب بيقولك عشان ان انت تنفذ امر migration او عشان تبدأ تنشئ table لازم تكتب كلمة php artisan make migration لغاية الحتة دي. عايز اقولك ما فيهاش هبد، قاعدة من القواعد كده تلتزم فيه، ما فيهاش هبد. طيب لو انا جيت دلوقتي نفذت الحتة دي من غير ما اكتب اي حاجة، يعني جيت على الترمينال كده قلت له php artisan migration ووقفت وضغطت انتر، لاحظ بيقول لي ما فيش عندي حاجة. طيب باشمهندس نعم انا عايز اعرف الاوامر ديت اعرفها ازاي؟ طيب لو انت كتبت كلمة php artisan كده وقلت له list وضغطت انتر، لاحظ هنا بيطلع لك كل الحاجات اللي تتعلق بال php artisan. من ضمنها هنا دلوقتي احنا بنتعامل مع ايه؟ مع المايجريشن. هتلاقي مكتوب make migration، يعني هنا بيقول لي create new migration file، هو بيبدأ يعمل migration للفايل بتاعي. طيب عشان انشئ اي جدول في لارافيل بكتب الامر اللي هو php artisan make migration create اسم الجدول اللي انا عايزه وكلمة table. طب باشمهندس السؤال بس معلش، نعم انا عايز اكتبه بسينتاكس مختلف، بمعنى تعال كده ناخد الامر ده كوبي كده ونروح رايحين كده على هنا ونفتح مثلا تكست بان كده اللي هو النوت بان ونضغط هنا دلوقتي. طيب هنا الامر بي اتش بي ارتزين ميك مايجريشن، طيب انا شلت الاندرسكور دي كده ورحت شايل الاندرسكور دي كده وجيت ضغطت هنا قلت له نفذ لي الامر ده، اعمل لي جدول جديد اسمه فلاج مثلا، يعني او اعمل لي اي جدول اللي يعجبك مثلا او ايا كان. طيب هقول له هنا جدول عشان يعني احسسك بالامر اكتر، هقول له هنا عندي جدول اسمه بوستس. طيب كلام جميل، نفذ. لسه ليه معلومه هقول لك كمان على معلومات دلوقتي. وجيت هنا قلت له دلوقتي نفذ لي الامر ده اللي هو بي اتش بي ارتزان كرييت بوستس تيبل، يعني انا عايزك تعمل لي جدول للبوستات وضغط انتر. لاحظ الجدول هيتنشا معاك عادي، ما عندوش اي مشكله، هو نشا الجدول. طب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي كرييتد مايجريشن. كلام جميل. لو جيت رحت هنا على ملف المايجريشن بالفعل اهو نزل لي ملف مايجريشن. طب لو جيت اضغط جواه نزل لي اداء البيانات بتاعتي عندي هنا، بيقول لي هنا ان انا عملت لك جدول اسمه مايجريشن. طيب كلام جميل. طب لو انا جيت بقى دلوقتي حذفت ده خالص
يعتبر ان انا ما نفذتوش، وجيت هنا قلت له كرييت، ورحت عامل هنا قلت له هنا بوستس. يعني انا كده قلت له كرييت اندرسكور بوستس. هنا كلمه كرييت وكلمه تيبل ديت ما فيهاش هبد، هنا بيكون اسم الجدول اللي انا عايز انشئه. طيب قاعده من القواعد، من القواعد جوه لارافيل عشان تعمل اي جدول، الجدول بيكون بالجمع. يعني ما اعرفش النهارده اعمل جدول اسمه بوست او اعمل جدول اسمه يوزر، لا، هو الصح انك تعمل جدول اسمه يوزرز او جدول اسمه بوستس. انتبه للجزئيه دي. طيب باشمهندس، لو انا جيت دلوقتي عملت جدول اسمه بوست، ما حطيتش بوستس مثلا على سبيل المثال، وجيت انشات الجدول اهو، تعالى نعمل تيرمينال، انا قاعد بجرب معاك. لو قلت له دلوقتي، قلت له ايه، PHP artisan migration، قلت له create post table وضغطت اوكي، هيقول لي لا، مش هيقول لك لا، هيشتغل عادي خالص، ما عندوش مشكله. ولكن عمليه الكونفنشن نيم بتاعتك اصلا من الصح لازم تكون موجوده بالجمع. لاحظ بس، انتبه من حاجه، ايه اللي حصل؟ باشمهندس انا حسيت في تغيير. ازاي؟ انا لما كنت ما بحطش الاندر سكور هنا والاندر سكور هنا كان بيجي لي الجدول بالشكل ده كده، صح؟ وما كانش بيجي لي الكلام ده كده، كان بيجي لي كده فاضيه، صح كده الكلام؟ اقول لك مظبوط الكلام. عرفت بقى فرق الاندر سكور بيعمل ايه؟ طيب عشان يبقى شغلنا صح، هنحذف الكلام ده تاني ونروح ننفذ جدول بتاعنا بالجمع، لان الجداول قلت لك ان الكونفنشن نيم بتاعها لازم يكون بالجمع. فانا قلت له هنا دلوقتي على سبيل المثال، قلت له هنا نفذ الامر ده PHP artisan migration، عندي جدول create اسمه post stable، انا عايزك تعمل لي جدول جديد اسمه post stable، واضغط انتر. بيقول لي هنا created migration، لازم يديني هنا بعدها عملية السكسسفول هنا اهو، خلاص كده تمام. طيب نزل كده التيرمينال يا عم، وتعال نروح على الميجريشن. لاحظ اصلا على طول ريل تايم كده راح نزل لي اسم الجدول، وطبعا الجدول بيقول لي ان الجدول ده اتنفذ يوم 3/6/2022. حلو، لو انا جيت ضغطت كده دلوقتي، لاحظ قال لي هنا الجدول بتاعك، مبروك يا عم انت نفذت اول جدول. لا دي لارافيل مدلعك كمان، عارف ايه هو؟ حاطط لك الاي دي بتاع الجدول، وحاطط لك التايم ستامب. التايم ستامب دي اللي هي بتشمل الكرييتد اد والابديتد اد. لغايه دلوقتي انت امورك كلها تمام والدنيا زي الفل. طيب عايزين نبدأ نضيف كولومز في الداتا بيز يا باشمهندس. طيب قاعدة من القواعد كده، لما تيجي تعمل جدول، لما بننفذ الجدول بتاعنا او الامر بتاعنا اللي هو PHP artisan migration create table posts table، ونضغط الكريت بتاعنا، قبل ما نعمل ملف الميجريشن او قول له، يعني مثلا دلوقتي احنا عايزين نحط الجدول في الداتابيز اللي هو PHP artisan migrate، صح؟ ده اللي بيحط الجداول في الداتابيز. طيب قبل ما انفذ الامر ده لازم اكون مظبط الكولومز بتاعتي. طيب حلو، السنتكس بتاع لارافيل عشان نبدا اضيف كولومز، بعمل كده بقول له تيبل ومفيش فيها هبد، اهو بقول له تيبل اوف، بيسالني بيقول لي الكولوم اللي انت عايزه من نوع ايه. طبعا قلت لك ان فايده البي اتش بي ستورم ان هو ذكي، محرر اكواد ذكي، جاب لي كل انواع الكولومز اللي انا عايزها. طبعا دي اكتر الانواع الشائعه قدامي هي سترينج، يعني بيقبل ارقام، بيقبل حروف وارقام مثلا، ده سترينج. كلام جميل. طيب وعندي هنا البوليان اللي هو عمليه الترو والفولس والكلام ده كله، عندي هنا البيج انتجر والبيج انكريمنت، وعندي الباينري، وعندي الفارتشار، وعندي حاجات كتير جدا تقدر تبص عليها. طيب انا قلت له على سبيل المثال انا عايزك تنشئ لي تيبل سترينج. طيب لما جيت اضغط كده هنا راح قايل لي كولوم، اسم الكولوم بتاعك ايه؟ قلت له مثلا على سبيل المثال تايتل، انا عندي كولوم اسمه تايتل، وطبعا ما انساش هنا ان انا اعمل عمليه السيمي كولون. طيب باشمهندس نعم، انا قبل كده لما كنت بشتغل على البي اتش بي نيتف، لما كنت بنشئ تيبل كنت بنشئ كولوم، كنت بحدد له عدد الحروف بتاعته، صح؟ اقول لك طب لارافيل بتحدد لي الحروف ولا لا؟ طيب بص يا معلم، لو انت سبت الحاجه بالشكل ده وقلت له سترينج، باي ديفولت لارافيل بتعرف ان هو كام، بتعرف ان هو 255 حرف بالشكل ده، لارافيل بتفهمه. يعني اذا اللينس بتاعي باي ديفولت لو انا ما حددتش لينس معين،
عدد الحروف بتاعتي باي ديفولت لارافيل بتفهم ان هو 255. طيب نفرض على سبيل المثال ان انا عايز اعمل كولوم يا باشمهندس، انا متاكد 1000000% ان هو مش هيقبل غير اربع ارقام. يعني عندي كولوم مثلا على سبيل المثال اسمه مثلا عمليه التايب مثلا، او عمليه الجنس بتاع الشخص، يعني مثلا ذكر او انثى او الكلام كله. كلمه ذكر هي اربع حروف مثلا على سبيل المثال، والانثى اربع حروف، فانا كده يا باشمهندس ضامن 1000000% ان الكولومز بتاعي ده مش هيشيل غير اربع حروف، فمش عايز اخد مساحه كبيره في الداتابيز. في اللحظه دي هتعمل الكوما وتقول له اربعه، هو دايركت على طول هيفهم ان لارافيل وهي بتنشئ الجدول ده الكولومز ده بتقول له عدد اللينس بتاعه اربعه. طيب انا ضفت هنا التيبل بتاعي البوستس، ضفت الاي دي، طبعا الاي دي اوتو انكريمنت من ضمن الحاجات اللي لارافيل بتعملها لي. قبل كده لما انت كنت بتيجي تشتغل على لارافيل على البي اتش بي نيتف كنت انت بتعمل اوتو انكريمنت عشان يبدا يعمل ترقيم تلقائي لارافيل على، فما تشغلش بالك من الوقت. طب لو جيت وقفت هنا كده دلوقتي بيقول لي كرييت نيو اوتو انكريمنت بيج انتجر 8 بايتس، بيقول لي ان النوع ده ان التيبل اي دي هو من نوع بيج انتجر وبياخد 8 كيلو بايتس في الداتابيز وبيتعمل له اوتو انكريمنتنج، يعني هو بيتعمل له ترقيم تلقائي لوحده. كلام جميل. طيب قيس على كده، ضيف كل الكولومز اللي انت عايزها. قلت له عايز كولومز تاني مثلا على سبيل المثال، نقول له مثلا على سبيل المثال نقول له بوليان، يعني الكولوم ده بياخد ترو او فولس. مثلا نقول له مثلا على سبيل المثال هنا دلوقتي مثلا انا عايز اقول له مثلا ممكن نقول له هنا تشيك، مثلا عندي مثلا كولوم اسمه تشيك، انا بقى اعمل تشيك عليه مثلا ترو او فولس او الكلام كله. طب استنى تعالى ادلعك اكتر من كده، لا دي لارافيل ممكن تحط لي قيمه افتراضيه في الحاجه. يعني ايه قيمه افتراضيه؟ يعني بالبلدي كده وانا بحط البيانات دي في الداتابيز لو هو رايح فاضي لارافيل هي اللي تحط لي قيمه. قلت له استنى باي ديفولت، اهو جيت هنا دلوقتي قلت له تعالى وعملت الحاجه دي، قلت له كلمه ديفولت، الديفولت بتاعه خليه لي زيرو، يعني فولس، اسف يعني الترو والفولس اللي هو الزيرو والواحد، يعني خليه لي فولس. كلام جميل، حلو قوي. وجيت عملت الكوما بتاعتي. اذا دلوقتي لما اجي في يوم من الايام قدام شويه اعمل بيانات في الداتابيز والكولوم اللي هو اسمه تشيك ده، لو انا ما حطيتش بيانات في الداتابيز باي ديفولت لارافيل هتحط لي زيرو او حط لي فولس فيه. كلام جميل، حلو. انا كده دلوقتي ظبطت الكولومز بتاعتي والامور كلها تمام، حلو قوي. وجيت هنا رحت هنا عملت ريفرش على الداتابيز، لاحظ ما عنديش اي حاجه جدول اسمه بوست، صح؟ طيب عشان اودي الجدول ده في الداتابيز، الله ينور عليك، سامعك بتقول لي هتكتب بي اتش بي اي ارتيزان وتقول له ماي جريت. كلام جميل، وتضغط انتر. لاحظ في اللحظه دي قال لي مايجريتنج مايجريتد، انا كده في جدول عندك اسمه بوستس انا حطيته لك في الداتابيز. طيب تعالى نعمل ريفرش ونشوف هل فعلا ولا لا نزل الجدول هنا في البوستس. لو ضغطنا عليه كده دلوقتي ادا الكولومز الاولاني الاي دي، وادا الكولومز التايتل، وادا الكولومز اللي تشيك، وعندي الكرييتد ات والابديتد ات. طب باشمهندس نعم، هو جاب كرييتد ات وابديتد ات، جابهم منين؟ اقول لك جابهم من الكلمه اللي هي ده، شايف كلمه تايم ستامب؟ لارافيل بتعملها لك كرييتد ات وابديتد ات. طيب مش مهندس انت كنت محدد لي التايتل اربعه، صح؟ لو انا جيت هنا على الاستراكشر بتاعي هنا وضغطت عليه عشان اشوف عدد الكولومز، ركز، ادا التايتل قال لي فارتشار عندي اهوت، الفارتشار عندي كام؟ اربعه، عدد الحروف بتاعتي اربعه، ده حتى كمان عمل لي الاي دي قال لي بيج انتجر اهوت. كلام جميل. وعندي هنا ان التشيك بتاعي عملها لي تيني انتجر وقال لي ان هي الباي ديفولت بتاعها اللينس بتاعها واحد، وقال لي ان الديفولت بتاعها زيرو. ايه ده يا باشمهندس؟ يعني كده دلوقتي انا حرفيا قدرت اعمل جدول في الداتابيز عن طريق لارافيل، وما عادش انا انشئ جداول في البي اتش بي ماي ادمن واقعد بقى اقول له هنا مثلا على سبيل المثال ادد كولومز، يعني ضيف لي كولومز جديد وخليه لي افتر مش عارف عند مين، وبعد كده ضيف لي مش عارف ايه. لا خلاص، لارافيل حلت لك المشكله دي وريحت لك الدنيا، وبتتعامل عن طريق المايجريشن. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت في يوم من الايام في لارافيل ما ينفعش ان انت تنساها
خالص، لازم هتستخدمها في يوم من الايام. ده كان فكرة النهاردة، ازاي ان انا انشئ جدول في الداتابيز عن طريق لارافيل بالتحديد عن طريق المايجريشن. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي هنبدأ نتعلم ان احنا ازاي ناخد شوية اوامر جميلة كده، ان احنا بعد ما نضيف الجدول نسينا بالصدفة عايزين نحط جدول في، عايزين نحط كولوم جديد، او عايزين نتراجع عن الحركة اللي احنا عملناها. ان شاء الله دي هتشوفها في الدرس الجاي باذن الله. اشوفكم على خير، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو اول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.